في مدينة إنخيل، أولى المدن الحورانية الثائرة، يأخذك مشهد القبور إذا دخلت مدرستها زائرا، لتعرف الحال الذي وصلت إليه المدينة حين يترك الطلاب مقاعدهم لتصير قبورا، فيما ينشغلون بأشياء يرونها أكثر نفعا في عيشهم بين سقوط قذيفة وأخرى. كل يوم القصف شغال، كل ساعة بيجي 3 قذائف على المدرسة، وكل ساعة بدار شكل، كل يوم احنا عم نشتغل مشان نطلع حق لقمة الخبز، حق 100 ورقة رق الخبز، والمدارس كل يوم عم تنقصف، والطيران كل يوم عم بيجي الصبح. لموقع اللواء 15 على تخوم المدينة أن يفسر الدمار والخراب الذي حل بها وببنيتها التحتية، ككل المدن السورية الثائرة التي تقع على مقربة من ثكنة عسكرية لجيش النظام. يدفع القصف المتواصل السكان للنزوح بعيدا، ليترقبوا أيضا احتمال شن عملية عسكرية من قبل جيش النظام لمحاولة فرض سيطرته على المدينة من جديد. لا لين إيشي نقعد بيو غير داري من هون لهون، لا بمي لا بكهرباء ما بيشي. شو منو لعله بشار، أحط في ثم رب العالمين، أكبرنا الله ما بيحده، بينتقم منك يا بشار، جاه النبي محمد، أشكي لله، أكبرنا الله ما بيحده. لكن ثمة صوت حياة يأتيك من بين الركام، وثمة من آثر البقاء في أرضه وبيته بإيمانه بأن شمسا ستشرق ذات صبح، يعيش على ضراوة القصف فيما تبقى من مدينة إنخل. كل ذلك أهون من الرحيل وعبور حدود الأردن